عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي هنشرح درس نحو هو حكم الفعل الأمر. الفعل الأمر مبني دائما وله أحوال البناء. أولا يبنى على الفتح، إذا اتصل بآخره نون التوكيد. تعالوا نشوف مع بعض المثال بتاعنا. ذاكرنا ذاكرنا يا خالد ذاكرنا. هنا فعل أمر هيبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نون التوكيد هنعرفها ايه؟ هي لا محل لها من الاعراب. يبقى الفعل عندي فعل امر مبني على الفتح، النون لا محل لها من الاعراب. تاني حاله عندي يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل باخره شيء او اتصل باخره نون النسوة. افعل الخير. افعل فعل امر صحيح الاخر، يبقى هنقول مبني على اترك. فعل امر صحيح الاخر مبني على السكون. انصتنا يا طالبات انصتنا. هنا فعل امر اتصلت به نون النسوه هيبقى مبني على السكون. طب نون النسوه هنعرفها ايه؟ هنعرفها ضمير متصل لانها اتصلت بالفعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل. ثالث حال عندي يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر مطلقا، يعني معتل بالألف أو الواو أو الياء ولم يتصل بآخره شيء. تعالوا نشوف الأمثلة. اخشى ربك، هنا الفعل اخشى فعل أمر معتل الآخر بالألف ولكن حذف حرف العلة لأنه فعل أمر. اسمه بفعلك، اسمه فعل أمر معتل الآخر بالواو ولكنها حذفت لأنه فعل أمر. امضي بعزيمتك، امضي فعل أمر معتل الآخر بالياء ولكنها حذفت لأنه فعل أمر. هنقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. رابع حالة عندي يبنى على حذف النون إذا اتصلت بآخره ألف الاثنين أو واو الواو الجماعة أو ياء المخاطب. تعالوا نشوف الأمثلة بتاعتنا. اكتبا درسكما. هنا اكتبا فعل أمر واتصلت به ألف الاثنين يبقى هيبقى مبني على حذف النون. اكتبوا دروسكم، اكتبوا فعل أمر اتصلت به واو الجماعة يبقى فعل أمر مبني على حذف النون اتصاليه بواو الجماعة. اكتبي درسك، اكتبي فعل أمر، فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطب. تعالوا كده نراجع مع بعض تاني. الفعل الأمر دائما يكون مبني، يبنى على ايه؟ يبنى على الفتح. امتى يبنى على الفتح؟ اذا اتصل بنون التوكيد. طب امتى يبنى على السكون؟ لو كان صح الاخر او اتصل بداخله نون النسوة. ويبنى على حذف حرف العله اذا كان معتل الاخر. ويبنى على حذف النون اذا اتصل باخره الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطب. تعالوا نحل مع بعض الاسئله دي. استخرج فعل الامر من الجمل الاتيه وبين ما بني عليه. يبقى انا كده عايز اطلع الفعل الامر واقول هو مبني على ايه. اول مثال عندي اجتهد في عملك واتقنه. اجتهد هنا ده فعل امر صحيح الاخر لان اخدان صحيح الاخر يبقى مبني على السكون. اطيعوا الله واجتنبوا الفواحش. اطيعوا فعل امر اتصلت به واو الجماعه يبقى مبني على حذف النون. اجتنبوا فعل امر اتصل بواو الجماعه مبني على حذف النون. قال تعالى ادعو الى سبيل ربك. ادعو هنا فعل امر ولكنه معتل الاخر وهنا حذف حرف العله يبقى ده فعل امر مبني على حذف حرف العله اللي هو ايه؟ الواو. اصله ادعو بالواو لكن حذفت لانه فعل امر. انصت حتى تفهم الدرس. انصت هنا ده الفعل الامر عندي اتصلت بايه هنا؟
ألف الاثنين، وقلنا لما يتصل بالفعل ألف الاثنين يبنى على إيه؟ حذف النون. يبقى هنا فعل ماضي، فعل أمر اتصلت به ألف الاثنين يبقى مبني على حذف النون. تفهمها؟ حتى تفهم حتى دي أداة إيه؟ نصب. تفهم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إيه هنا؟ حذف النون. ليه حذف النون؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إحنا قلنا الأفعال الخمسة هو كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يا فاطمة أطيعي والديك. فين الفعل الأمر هنا عندي؟ أطيعي. طب مبني على إيه؟ أطيعي اتصلت به هنا إيه الفعل الأمر؟ ياء المخاطبة. قلنا ياء المخاطبة لما تتصل بالفعل الأمر يبنى على إيه؟ على حذف النون. أحسنتم. اسمي بنفسك عن الدنايا. اسمي هنا الفعل الأمر اتصلت بيا المخاطبة بنفسك. اسمي هنا فعل أمر اتصلت بيا المخاطبة يبقى مبني على حذف النون. جاهد في الحياة، واسع وسع في الرزق. جاهد هنا فعل أمر مبني على السكون. ليه؟ لأنه صحيح الآخر. وسع هي أصلها إيه؟ وسع. وسع معتل الآخر بالإيه؟ بالألف. وسع هنا حذف حرف العلة يبقى ده فعل أمر أو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. تجملوا بالأخلاق الفاضلة. تجملوا فعل أمر اتصلت به واو الجماعة. فعل تجملوا فعل مضارع اتصلت به طب اللي قال لي اللي هيقول لي ده فعل مضارع هقول له ايه؟ لا ده مش فعل مضارع، ده انا بأمرهم ان هم يتجملوا. هو فعل ايه؟ فعل امر واتصلت به واو الجماعة. يبقى هو الفعل امر مبني على ايه؟ على حذف النون. الواجب يا بنات حل البوكليت صاد 44. شكرا.